سيداتي سادتي من قناة الجزيرة في قطر، جميل عازر يحييكم ويقدم إلى حضراتكم هذا الموجز الاستثنائي للأنباء. يتقدم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في آخر أيامه بالمملكة العربية السعودية بالكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. المواطنون المواطنات، راني ملقيت ونبات بعد المشاهد التي من فكت تبثها مختلف وسائل الإعلام التونسية والأجنبية، وبعد إعلان بعض الدول الأوروبية عن تجميد رصيدة البنوك، حب نوضح برشا أمور. أولا، ثروتي وجزء كبير وكبير جدا من الثروة ورثتها عن والد الله يرحمه اللي كان يشتغل في الميناء. ثانيا، امرأة ليلى كما تعرف الناس كل خدمت برشا في ميدان الحجامة ومشتقاتها، العروسة بمليون في الصيف، هذا ما غير كرار رب وغير 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 من الأمور الأخرى، والكفاءة متاعها مشهود بها من مختلف الهياكل الدولية والإقليمية والمحلية. ثالثا، مخازن الخمور اللي يملكها ولد خويا قيس بن علي ربي فضله، كون بها ايضا جزء اخر من الثروة العائلية. رابعا، حزني واسفي كبيران خاصة بعد عمليات حجز المصوغ، ولذا يلزم من حجز المصوغ، كفى من حجز المصوغ، ما هوش مبرر، ما هوش معقول، ما هوش مقبول. حتى لو كان جدي يمنت كله فالسو فالسو، عطاته أمي الله يرحمها، جابته الليلة في الملاك. خامسا، حب رد على بعض الإشاعات اللي تقول أن ممتلكاتي والعقارات التي أمتلكها تمتد على كافة أنحاء الجمهورية. أن يقول لهم العباد هذوما أني مانيش شمس مش نزرق على كامل تراب الجمهورية بالممتلكات والعقارات، أني أقول وأجزم أن عقاراتي وامتلاكاتي تمتد من الضاحية الشمالية بتونس إلى حد مدينة الحمامات حتى سيدي خليفة ما وصلتلهاش. إلى أن نلتقي بكم في الأرجنتين، قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله مؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.